مش عايز تقولي احنا اتقابلنا فين قبل كده؟ أنا متأكدة إني شفتك، بس فين مش فاكرة. أعتقد إنه أنا الأوان عشان أقولك احنا اتقابلنا فين أول مرة. وليه أنا مصمم أقف جنبك زي ما وقفت جنبي؟ أنا؟ وقفت جنبك؟ فين؟ هقولك فين. ليلتها كنت سهرانة مع أحمد سامح في عوامه الشعراوي. العوامة اللي بتجمع أهل الفن والفكر والصحافة في مصر. قلت دي أحسن مكان وأحسن فرصة أقدم فيها نفسي للعمالقة دول. طول عمري غاوي فن. حاولت أقنع أبويا الله يرحمه وأدخل معهد التمثيل. رفض. اتخرجت من الجامعة وبرضه الفن في دمي. رحت ليلتها العوامة ويا ريتني ما رحت. اتفضل. يا جماعة لحظة من فضلكم، معانا شاب من هواة التمثيل عاوز يعرض عليكم مراهقة، ولعل وعسى ياخد فرصته على الشاشة. هو احنا ناقصين بلاوي يا اخويا؟ اديله فرصة يا ربنا. طب يا اخويا بقى فوت علينا بكرة. تأخير عليك. أنا همثل لحضراتكم مشهد من مسرحية ماكبث. هذا خنجر يا ماما، ده عايز يقتلنا. أنا آسف اللي بتطفل على مجتمع الفنانين الكبار، لكن أرجوكم ادوني فرصة. بس يا جماعة ادوله فرصة. قول يعني يقول يا روحه ليه؟ يا روح أمك. كمل يا أستاذ. هذا خنجر يلوح لي، اتجه المقبض نحو يدي، أنني من كما تنضم عليه الأنامل. سفر، ولكنني ما أنفك أراك. ألا يقع عليك اللمس كما يقع عليك النظر؟ أما أنك لست سوى خنجر مخيل ناطر فكر ذاهل مخبر. ما تزعلش بقى، دول ناس سكرانين. خلي عندك ثقة بنفسك، ما تخليش كلامهم يأثر فيك. ما دام عندك موهبة ربنا هيقف جنبك. جاتني لحظة فكرت في الانتحار، لكن كلامك وطيبتك هما اللي ادوني الأمل. خرجت ليلتها من العوامة حطمت، يائس، ضحكهم عليا كانش بالفارق خيالي، لكن كلامك ليا أثر فيا واداني ثقة في نفسي. جمعت اخواتي كلهم، بيعتهم أرضهم، والتجار منهم استلفت منهم قرشين على أرض والدتي. ولما لميت قرشين صممت أنتج فيلم تكوني بطلته وأمثل معاكي. موقفك ده بيخليني أتمسك برأيي أكتر. أنا هسبب لك مشاكل كتير، شوف حد غيري. غيرك؟ مستحيل. وأحمد سامح. أحمد سامح؟ أحمد سامح ده لو وقف في طريق تاني رصاصة واحدة تقضي عليه. ما تبقاش مجنون، هتودي نفسك في داهية. يبقى لازم تقفي جنبي علشان نثبت لأحمد سامح إن إحنا أقوى منه. حاضر، هقف جنبك، ومن بكرة نكمل التصوير. يا جماعة التصوير اتأجل. اطفي النور، شيل الكاميرا، كل الناس تروح. لا في ايه يا استاذ عثمان؟ لا في ظروف كده أجلت التصوير. طب واوردر بكرة الساعة كام؟ هنبقى نتصل بيكم بالتليفون. في كهرباء؟ ايه الحكاية؟ اتقبض على شكري. ده مشهد من رواية جديدة بتتمرني عليه ولا ايه؟ ارمي اللعبة اللي في ايدك دي وفهميني ايه الحكاية. انت عارف انت عملت ايه، وقبل ما تخلص عليا هخلص عليك. على كل حال انا كنت عارف ان نهايتي هتكون على ايدين واحدة ست. مدام مصممة امري لله، مش هلاقي ايدين احن من ايديكي. ما تحاولش تتظاهر بالشجاعه. اتفضلي. مستنيه ايه؟ ضغطه واحده على الزناد والموضوع كله انتهى. ازاي ضميرك سمح لك انك تقضي على حياه انسان باع اللي وراه واللي قدامه عشان يحقق هوايته؟ مش فاهم. مش فاهم؟ عشان تحرمني من التمثيل، تلفق لواحد ملوش ذنب تهمه وتدخله السجن. انت بتقولي يا الغاز؟ ما تفهميني قصدك ايه؟ شكري عمل لك ايه عشان تدخله السجن؟ كاميليا، انت عشتي معايا، لكن للاسف الشديد عمرك ما عرفتيني على حياتي. انا عمري ما ضربت واحد في ظهره. انت كذاب، خليك بضحك. انا مش كذاب ولا خايف من المسدس اللي في ايدك. الموت انا واجهته قبل كده كتير. انا خايف عليك انت قبل ما تعملي عمل وتندمي عليه. عايز افهمك انا ماليش دعوه باللي حصل لشكري، وزي ما قلتلك قبل كده انا مش ندل. امال مين اللي سلط عليه؟ مين اللي سلمه للنيابه؟ شكري مش اول ولا اخر واحد يحصل له كده. البلد مليانه ناس كتير قوي اتلفقت لهم تهم وكتبوهم اعترافات مسوس عليهم. ما صدقتش ولا كلمة من كلام أحمد لغاية لما محجوب قدم لي الدليل على صدق كلامه. اتفضلي. ايه ده؟ ده العقد اللي بينك وبين أحمد، وعليه تنازل بخط إيده. دلوقتي أصبحت حرة وتقدري تشتغلي مع اللي يعجبك. تفتكر مين اللي عمل كده في شكري؟ أقولك، لا مش عايز أجيب سيرتهم. الحيطان لها ودان. أنت كمان خايف؟ الخوف والضعف هما اللي بيثبتوا إن إحنا بني آدمين. الحيوانات في أوروبا بيسمعوها مزيكا عشان تبقى سعيدة، لكن هنا بيسمعونا أصوات الكرابيك عشان ننافق ونزيف الحقيقة. أنت صحفي، قول الحقيقة. اكتب. أكتب؟ أنا مرة كتبت مقال وقلت فيه الحقيقة. عينك ما تشوف إلا النور. خدوني من الدار للزنزانة وراقعوني حتة الدين علقة. فقت لقيت قدامي دراكولا. مين دراكولا؟ عزيز. لكن ده ظلم، ليه نسكت عليه؟ قالوا الفرعون اشفر عنك، قال ما لقيتش حد يردني. مفيش حاجة اسمها إذن من النيابة. أوامر هي اللي هتتنفذ. وكيل النيابة هيعترض؟ طيب جرهولي هنا عشان أفهمه إزاي القانون. إزيك يا ليليان؟ أهلا يا قطة. تصوري الكلاب صوتها عالي اليومين دول، بتهوهو كتير. البني ادمين عملتهم كلاب يا عزيز بيه؟ لا مش كل الناس، في ناس بني ادمين وفي ناس ولاد 60 كلب. وشكري عبد الحميد ابن 60 كلب. شكري